قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. المؤلف رحمه الله ذكر قبل ذلك الكلام على صوم التطوع، وهذا نؤجله الى اخر الكلام عن احاديث الكتاب كله، كتاب الصوم، نظر لمراعاة المناسبة ومراعاة شهر رمضان نفسه. قال: باب الاعتكاف وقيام رمضان. أيضا الكلام على الاعتكاف سوف يأتي إن شاء الله في الجلسة القادمة، وإنما هذا حديث عن قيام رمضان. المراد بقيام رمضان يعني الصلاة في رمضان، يعني صلاة التطوع، ويسمى قياما لأن الغالب فيه طول القيام، كما أن الصلاة أيضا تسمى ركوعا في قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، يعني صلوا مع المصلين، وتسمى سجودا أيضا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي برزة: أعني لأبي برزة أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني الصلاة. فإذا قيل القيام فيراد به الصلاة، وكذلك كما قلنا يطلق أيضا الركوع يراد به الصلاة، والسجود يراد به الصلاة. فإذا قيام رمضان يعني صلاة التطوع في رمضان، ويعني التراويح، لأن الغالب فيه أن يكون قيام الصلاة فيه طويلا. ورمضان كما تعلمون فيه عبادات عموما، الأصل في رمضان أن يجتهد المسلمون فيه بأنواع العبادات، وفي الحقيقة موسم لكل العبادات بل لكثير من العبادات، بحيث يجتهد فيه المسلم ويقدم فيه ما لا يقدم في غيره. فإن نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، واجتهاده عليه الصلاة والسلام لم يكن مقصورا على الصلاة مثلا ولا على قراءة القرآن فقط، وإنما كان يشمل كل أنواع العبادات الممكنة، إن كان جودا وصدقة وقياما وقراءة وذكرا، بل حتى صلة الرحم، بل حتى الجهاد. كما تعرفون فإن رمضان كان فيه معارك وكان فيه غزوات، ولم يكن شهر يقعد فيه المسلمون عن الجهاد ولا يقعد فيه عن الغزو، وما كانوا يعطلون فيه أو يتعطلون عن أعمالهم التي يمارسونها، بل إنهم يزدادون خيرا إلى خيرهم. ولهذا مما ينبغي أن يفقهه الناس في رمضان أنه شهر القوة، وشهر النشاط، وشهر التنافس في الخيرات، وشهر الازدياد والاستكثار مما يقرب إلى الله عز وجل من كل أنواع القربات. وبخاصة يا إخواني أن الناس تتفاوت فيما يفتح الله عليهم من أسباب الخير، وهذا أمر يجب أن يفقهه الناس، وأن يراعوه في أنفسهم، وأن يلاحظوه في أنفسهم. فإن الناس ليسوا على درجة واحدة في الإقبال على كل العبادات، فإن بعض الناس يفتح له في قراءة القرآن، وبعض الناس يفتح له في الطواف الذين في مكة، وبعض الناس يفتح لهم في صلة الرحم حتى في رمضان، وبعض الناس يفتح عليهم في الإنفاق
وبعض الناس يفتح عليهم فيما يتعلق بعلاقات الناس من الإصلاح بين الناس أو السعي على الأرملة والمسكين. فكل أنواع الخير وألوان النشاطات الخيرة التي تقرب من الله عز وجل يختلف إقبال الناس أو يتفاوت إقبال الناس فيها. ولهذا ينبغي للمسلم أنه إذا فتح عليه باب عبادة أن يجتهد فيه، وأن يكون تنافسه في الباب الذي هو فيه. ولعل هذا من الأسرار التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة أبوابا: باب للصدقة، وباب للصيام، وباب للجهاد، وباب للصلاة. لماذا؟ لأن الثواب في الإسلام هو ليس على كثرة العمل أو ألوان النشاط، لأن الله يعلم، وهو سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، يعلم ما أعطى الناس من مواهب، ويعلم سبحانه وتعالى ما أعطى الناس من قدرات، فهو لا يحاسبهم على كثرة الأعمال فيما بينهم، وإن كان استكثار شيئا جميلا، ولكنه يحاسبهم سبحانه وتعالى على الإحسان في العمل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لأن الناس لا تستطيع أن تأتي بكل أنواع الأنشطة، وأحيانا قد لا يكون إقبالها على كل الأنشطة، والكلام في هذا هو على النوافل وليس على الواجبات. الواجبات هذه مطلوبة من المسلمين كلهم، الواجبات العينية هذه على الناس كلهم. الزكاة مثلا لمن استوفى شروطها لابد أن يزكي، وكذلك الصلاة المفروضة والصيام المفروض والحج المفروض لمن استطاع، هذه واجب عيني لابد أن يأتي به كل من وجب عليه. لكن الكلام في التنافس في ما هو من فروض الكفايات أو من السنن، ما كان من السنن أو من فروض الكفايات، فهذه ينبغي للإنسان أن ينظر فيما فتح عليه. ولهذا يروى أن الإمام مالك رحمه الله، كما تعلمون هو إمام من أئمة المسلمين، وهو إمام دار الهجرة رحمه الله ورضي عنه وعن جميع أئمتنا وعلمائنا، كان يجلس للعلم، وكان قد انصرف انصرافا كليا للعلم، وكان يعقد حلقات العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان التلاميذ حوله، وكأن بعض الصالحين عتب عليه، قد يكون رأى أنه منصرفا للعلم، بينما قد يكون بعض العباد أكثر نشاطا فيما يتعلق بالصلاة أو فيما يتعلق بالعبادات الشخصية، فكأن هذا الصالح من الصالحين كتب إليه يلومه، أو أنه يعاتب عليه بعض تقصيره فيما يتعلق ببعض نوافل العبادات، فكتب إليه فقال: إنني قد فتح علي في العلم، وأنت فتح عليك فيما فتح، وكلنا على خير، وأرجو أن الله سبحانه وتعالى يثيبنا، أو كما قال: وكلنا على خير. بمعنى أن 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 على أن العلم لا شك أنه أفضل من نوافل العبادات، كما يقول يوم الشافعي، يوم الشافعي يقول: العلم أفضل أنواع نوافل العبادات، لأن نفعه متعدي. لكن كلام الإمام مالك رحمه الله على أدبه، فكان متأدبا وكان مبصرا لهذا المعترض قائدا له: كلنا على خير. وهذا هو الذي ينبغي أن ينظر فيه خاصة المربون والموجهون وناشئة طلبة العلم. فإذا كان قد فتح عليك في باب من أبواب العبادات وغيرك لم يفتح عليه، فلا ينبغي أن تنظر إليه شزرا، ولا أن تنظر إليه استنقاصا، وإنما ينبغي أن تحسن الظن، فلعله في أعمال من الخير لا تعرفها أو لا ترى أو لم ترها، من صلة الرحم، ومن الإصلاح بين الناس، ومن السعي للمحتاجين، وقد يكون في طلب علم، وقد يكون في، بل حتى، وهذا مهم جدا، بل حتى قد يكون في أعماله التي تتعلق بطبيعة عمله مما يخدم الناس، كما لو كان من موظفا من الموظفين، أو عاملا من العمال، أو صانعا من الصناع، أو تاجرا من التجار، إذا كان يؤدي عمله على وجهه، وبخاصة إذا صلحت نيته، فإن صلاح النية يحول العادة إلى عبادة. صلاح النية وحسن القصد يحول العادة إلى عبادة. ولهذا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني أن تعاشر أهلك
هذا صدقة. فقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر. فأعمالك حتى العادية إذا قصدت بها وجه الله وقصدت بها نفع المسلمين وقصدت بها أن تؤديها على خير وجه وأن تحسن في أدائها فإنك مثاب، وهذا من كمال ديننا ومن سعته، فهو الدين الدنيا والآخرة. المقصود هو أن شهر رمضان المعظم موسم لجميع الخيرات وموسم للتنافس في جميع الخيرات والتعرض للنفحات واستغلال هذه المناسبات. فحديثنا هو عن قيام رمضان، وكما قلنا القيام المقصود به الصلاة، وقيام رمضان أيضا يراد به التراويح. فالتراويح هذه من خصائص رمضان، وهي نوع من قيام الليل، لأن قيام الليل يبدأ وقته يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت لقيام الليل. فالإنسان سواء في رمضان أو في غيره إذا صلى العشاء وصلى الراتبة وهي ركعتان ثم صلى ما كتب له، صلى ركعتين أو أربعا أو ستا أو ما كتب، ثم ختم بوتر سواء كان ركعة أو ثلاث ركعات أو أكثر من ذلك ثم نام، فإنه يكون قد قام من الليل ولو كان بعد صلاة العشاء مباشرة، لأن النافلة بعد صلاة العشاء هي من قيام الليل. وإن كان الأفضل ثلث الليل الآخر هو أفضل الأوقات وقت السحر إذا تيسر لك فهذا خير كثير، وهذا من نعمة الله عز وجل عليك، لكن إذا لم يتيسر إما لانشغالك وإما لإرهاق عملك اليومي ولا تستطيع أن تقوم، فإنك قبل أن تنام تصلي ما كتب لك وتختم بوتر وتنام، فتكون قد قمت من الليل. ولا ينبغي يا أخي أن تحقر نفسك، ليس في رمضان وحده وإنما طوال العام، وهو شيء يسير، تختم يومك بتتقرب إلى الله عز وجل بهذه الصلوات، تدعو لنفسك ولأهل بيتك وتكون خاشعا منطرحا بين يدي ربك، ثم تنام على طهر وتنام وقد ختمت بالصلاة، ختمت يومك بالصلاة، هذا خير كثير. المقصود أن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل ذلك وقت لصلاة، كل وقت لقيام الليل. وقيام الليل في رمضان يسمى تراويح، وسموه تراويحا من الراحة، لأنهم كانوا يصلون صلاة طويلة فكانوا يصلون ركعتين أو أربعة ثم يستريحون قليلا، ثم يستريحون قليلا فسميت تراويح. كما أنهم قد يكون أيضا أنهم يراوحون بين أرجلهم لطول القيام، بمعنى يتكئ على واحدة فإذا مل وتعبت اتكئ على أخرى، فهذا يسمى مراوحة، يراوح بين قدميه لطول قيامه لأن إحداهما تتعب فينتقي الأخرى، وهكذا أيضا هذا من أسباب التسمية كما يقول بعض أهل العلم. إذن صلاة التراويح هي صلاة من صلوات القيام، لكنها في رمضان اختصت بهذا الاسم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في هذا الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كأنه قد يفهم من أن من قام رمضان كان المراد قيام رمضان كل الليل، هذا لا يبدو، لأن من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة، وقيام الليل كله إذا تيسر طيب، وإن كان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قام من الليل حتى تفطرت قدمه، وكان كما تقول عائشة: إن شئت أن تراه قائما فإنك تراه قائما، وإن شئت أن تراه نائما فتراه نائما، فهو يقوم من الليل وينام عليه الصلاة والسلام، وصلى أول الليل وصلى وسطه وصلى آخره واستقرت صلاته على آخر الليل عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها. و
التراويح صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، قام ليلة من رمضان فقام معه جماعة من أصحابه، ثم لما كان ليلة الثانية كذلك أيضا قام فازداد الناس، وفي الليلة الثالثة أو الرابعة كما تقول الرواية امتلأ المسجد كله، فغاب عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الليلة الرابعة، فجاءوا ينتظرونه، بل حتى نادوه فقال أعلم مقامكم ولكني أخشى أن تفرض عليكم، فصلها بعض ليال عليه الصلاة والسلام، وبقي الحال عن هكذا على عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر، ثم عن لعمر رضي الله عنه أن يجمع الناس لأنهم رآهم يصلون أوزاعا، رآهم يصلون أوزاعا يعني جماعات جماعات، فرأى أن يجمعهم فقال لو جمعناهم على إمام فإن هذا أحسن، فجمعهم على أبي بن كعب فكان يصلي بهم، فلما رآهم عمر قال إن هذا حسن أو هذه إنها بدعة حسنة أو كما قال والتي ينامون عنها أفضل، والتي ينامون عنها أفضل أو كما قال رضي الله عنه، فأمر كعبا أن أمر أبيا أن يصلي بهم 20 ركعة، أن يصلي بهم 20 ركعة، والصلوات التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لم يذكر عددها، لم يذكر كم صلى هل 20 أو، ولكن عائشة رضي الله عنها تقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فلعله صلى بهم هذا العدد، وقد يصلى بهم أكثر أو أقل، لكن صلاته هو كما أخبرت عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، لكن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة نفسها أو في حديث آخر عن عائشة نفسها رضي الله عنها أنه صلى 13 ركعة، مما يفيد أن مرادها بقولها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يعني الوتر، يعني الوتر، فالإنسان يصلي وتره بركعة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو 11، فوترك لا يزيد عن ذلك، أما أن تصلي من الليل فصلي ما شئت، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحد أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حينما تكون ثلاث أو خمس أو إلى 11 ركعة طبعا هي قد تكون في أثنائها شفع، فالذي يصلي ثلاث مثلا هي 3 ركوعات بسلامين وتسمى وتر، مع أن فيها شفع ركعتين وركعة، ولهذا حينما تقول عائشة أيضا كان يصلي 4 ما ترى حسنهن مثل حسنهن وطولهن، وبمعنى أن وهذا لا يعني هذا لا يخرجها عن كونها وترا، لا يخرجها عن كونها وترا، يصلي 4 و4 ثم 1 أو 4 و4 أو 2 ثم 1، فإذا قلنا 4 و4 و1 صارت 9، 4 و4 و1، فكونه 4 لا يخرجه عن كونها وتر، لأن المنظور إليه هو المجموع، المنظور إليه هو المجموع. وعلى كل حال فيما يتعلق بالتراويح، من صلى 8 مثلا وأوتر ب3 بمعنى أن صلى 11 ركعة أو صلى 10 وأوتر ب1 فهذا على خير، ومن صلى 20 ثم أوتر ب3 فصار 23 فهذا خير كثير وواسع، والأمر واسع، ولا ينبغي أبدا أن يكون في الصدور من ذلك حرج البتة، فكله خير. ولو سلمنا أن 20 لم تكن إلا سنة عمرية فأنعم بها وأكرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فعمر خليفة الراشد وسنته سنة لا من فعله وإنما من قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ومن زاد أيضا فلا حرج، فإن بعض العلماء يرى أنها إلى 36 كما هو منقول عن الإمام مالك رحمه الله. لماذا؟ لأنه كما قلنا لكم قبل قليل هي صلاة ليل، هي صلاة ليل، ولهذا لا ينبغي أن يكون في النفوس حرج، وإن كان لك أن ترجح ما شئت، لك أن ترجح
11 ركعة وأنت على خير وأنت على سنة، لكن لا ينبغي أن يكون أن 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 يصل الحال إلى تبديع من خالفك في أمر فيه سعة، ولا ينبغي أن تقف موقفا موقف شبه يعني عدواني أو تحس بنوع من الحرج نحو إخوانك الذين يصلون، فضلا عن أن 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 تتصرف تصرفات تدل على قلة في الفقه، فإن فيما ينقل لنا أن بعض الإخوة وهم على خير وعلى فضل ويريدون الخير ويحرصون على السنة جزاهم الله خيرا أنهم أحيانا لا يصلون مع الإمام كل الصلوات، فإذا ما صلوا خمسا جلسوا ماذا؟ يجلسون في أواخر الصفوف إما أن يتحدثون وقد يقهقهون وقد يكون عندهم شيء يتلهون به من مأكل أو مشرب، ولا شك أن هذا لا يدل على فقه ألبتة. فأن تشتغل مع أن تجلس مع الإمام وأن تصلي مع الإمام حتى ينصرف أنت على خير كثير، وإن كان ولا بد فإذا لماذا تشتغل بنوع من الذي تؤذي به نفسك وتؤذي به غيرك، وبخاصة إذا كان جلستك جلسة انتقاد فضلا عن تكون جلسة تبديع أو نحو ذلك، فإن هذا مما ينبغي أن 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 يتأمل فيه المسلم نفسه، وبخاصة إذا كان منتسبا لأهل الفضل والعلم والخير، فإن الأمر في هذا واسع جدا، وللأئمة في ذلك كلام واسع، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه يرى أن من صلى 11 فلا حرج، وبخاصة لأنه يرى أن هذه تكون لمن أطال القيام، وأن عمر صلى بهم أو أمر أبي أن يصلي بهم 20 لأنه وخفف القراءة، بل حتى قال الإمام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله حتى ومن صلى 36 فلا حرج، وقد تكون أي أصحابها تقصير في القراءة أقل أيضا كذلك، وهكذا. فالأمر واسع لأنه صلاة ليل ولأنه قيام، والخير كل الخير كما قلنا ليس في الكثرة أو القلة وإنما في الإحسان ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالإنسان ينبغي أن يجتهد فيما يقدم بين يدي أيامه وحياته عملا صالحا يرجوه لربه يرجوه عند ربه. قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إذا يدل أن على أن هذا شيء خاص برمضان وأنه شهر ينبغي أن يلقى من المسلمين عناية أكثر من غيره. وقوله إيمانا واحتسابا ما هو إعرابها؟ أحسنت، هذا معناها مفعول لأجل، يعني ما صلى إلا من أجل الإيمان وما صلى إلا من أجل الاحتساب. إذن هذا التفسير هل هو يساعد على الإعراب؟ لأن الإعراب، وهذه مسألة ينبغي للإخوة اللي يريدون أن يهتموا بالنحو وباللغة العربية ليعلموا أنك لا تعرب إلا إذا كنت تعرف المعنى، لأن موقع الكلمة من الإعراب يعني فهمك لمعناها، فإذا فهمتها على وجهها فإنك سوف تعربها صحيحا، وإذا كنت لم تعرف موقعها حتى من المعنى لا تستطيع أن تتصور موقعها من الإعراب، تتخيل موقعها من الإعراب. فإذن إذا كان مفعول لأجل تعني أنه صلى أو قام في رمضان من أجل الإيمان، هل هذا يكون إعرابا دقيقا؟ هل منكم يتلمس إعرابا آخر؟ إيمانا أي مؤمنا؟ نعم، فإذا قلنا حال يعني حال كونه مؤمنا، ويبدو أن هذا أدق، فهي تعرب حال ولا تعرب مفعول لأجل ولا تمييز، لأن بعضهم عربها تمييز أيضا، فالذي يبدو أن إعرابها حال أدق. فأنت لا تصوم لأجل الإيمان وإنما أو تقوم لأجل ما، وإنما تقوم حال كونك مؤمنا، يعني مؤمنا بثواب الله، وحال كونك محتسبا الأجر عند الله. فإذن إعرابها حال أدق وأدل على المعنى المقصود، من قام رمضان إيمانا يعني حال كونه مؤمنا بالله عز وجل، مصدقا بوعده، متقربا إليه سبحانه وتعالى، محتسبا احتسابا يعني محتسبا الأجر. ولا شك أن هذا يدل على ما ينبغي أن يكون عليه المتعبد من الإخلاص، قام رمضان إيمانا حال كونه مؤمنا وراجيا ثواب الله عز وجل ومخلصا عمله لله سبحانه وتعالى، فإذا فعل ذلك
هذا هو الذي يظهر عليه أثر الأعمال الصالحة. من قام وهو الذي يحقق الجواب والجزاء، غفر له من قام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا شك أن هذا ثواب عظيم، بل ثواب لا يعدله ثواب. وهذا أيضا أولا يدل على سعة فضل الله عز وجل وعلى فتحه أبواب رحمته لعباده. كم نحن خطاؤون، وكم نحن نذنب، وكم نحن نقصر. ذنوبنا الكثيرة والعظيمة يكفرها أعمال بفضل الله عز وجل لا تساوي ولا تقابل أخطاءنا. فمن قام رمضان إيمانا واحتسبا غفر له كل ما تقدم من ذنبه. شيء كثير 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 جدا. كم نحن نخطئ، ولهذا من فضل الله علينا، وهو يعلم أن نخطئ سبحانه وتعالى، ويعلم كم النوازع دوافع الشر ونوازع الأخطاء، ومن النفس الأمارة بالسوء، ومن قرناء السوء، ومن الشيطان، ومن الهوى، كلها تغلب الإنسان فتجرفه. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لنا أنهارا نغتسل بها. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بل في بعض الروايات وما تأخر، في بعض الروايات وما تأخر. وطبعا المقصود هنا كما يقول العلماء الصغائر، صغائر الذنوب. أما الكبائر فلا بد منها من التوبة بخصوصها، ولا بد منها من التوبة بخصوصها، لا بد أن تبت منها. فإنما هذه تغفر الصغائر بمجرد الأعمال الصالحة، يعني الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات يذهبن السيئات، فالصغائر تكفرها الأعمال الصالحة. أما الكبائر فلا بد فيه من التوبة الصحيحة والتوبة الصادقة والندم إلى آخره. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا لا شك أنه يؤكد ما ينبغي أن نسارع فيه ونجتهد فيه في استغلال هذا الشهر، وبخاصة فيما يتعلق بصلاة التراويح، فإنها هي قيام رمضان. نجتهد أن نصلي مع الإمام وألا ننصرف حتى ينصرف الإمام. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر، أي عشر الأخيرة من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. قال عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخيرة من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. هذا أيضا نوع من الزيادة الأخرى. رمضان كله مجال للاجتهاد ومنافسة الخيرات، ولكن العشر الأخيرة يزداد فيها العمل، أولا لأن خواتيم ولعظم فضلها. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخيرة من رمضان. يبدو أن عبارة أي العشر الأخيرة من رمضان من كلام عائشة رضي الله عنها وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هي في بعض الروايات دون بعض، في بعض الروايات أو في بعض المخرجات دون بعض، يعني هي أظنها عند في البخاري وليست في مسلم أو نحو ذلك، فهي ليست من عندي، فهي ليست مرفوعة، وإنما قد تكون من كلام عائشة رضي الله عنها. إذا دخل العشر، العشر المقصود بها العشر الأخيرة من رمضان، شد مئزره. شد المئزر هذا كناية عن التشمير العمل، قد يكون شدا حقيقيا، لأن الإنسان أيضا إذا أراد أن يعمل عملا جادا يشد مئزره، يعني يتنفل من الوسط ويشد، حتى لأن هذا يعين على العمل، وكذلك قد يرفعه حتى تكون حركة الساقين أكثر مرونة كما هو معروف. لكن المقصود بشد المئزر تدل على ما هو مقبل عليه من عمل جاد. وقد يكون الكناية كذلك أيضا عن اعتزال النساء، وقد تكون كناية عن اعتزال شد مئزره بمعنى أنه اعتزل النساء. لكن هي في من حيث اللغة ومن حيث الاستعمال اللغوي مقصود بها هي التوجه إلى العمل الجاد، التوجه إلى العمل الجاد. قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم، فالمقصود يعني أنه أن شد المئزر هنا مراد به ترك النساء في هذا البيت. شد مئزره وأحيا ليله، بمعنى أنه يصلي فيه أكثر مما يصلي في العشرين الأولى، ويطيل من الاستيقاظ، ويطيل من كثرة الصلاة وكثرة العبادة في العشر أكثر من غيرها. وأحياء الليل بمعنى أن لا ينام، أحيا ليله بمعنى أنه لم ينم. فإما إحياء ليل بمعنى أن يكون، طبعا العبارة واضح معناها لكن نحاول أن نحللها لغويا،
فالأصل في الليل أن يكون سكنا، والأصل في الليل أن يكون لباسا، والأصل فيه أن يكون هدوءا. فحينما تحييه كأنه حينما كان سكونا أصبح حركة، أحياه بمعنى بدل أن يكون سكنا أصبح حركة، فالأصل فيه أن يكون سكنا، ولكن للتعبد ولمزيدة رمضان الخاصة صار ليله حيا يعني كالنهار من حيث الحركة ومن حيث العبادة ومن حيث الاستيقاظ ومن حيث التقرب. طبعا حياة يعني كالنهار، لا أن يعمل به أعمال النهار كما هو حال بعض أهل الغفلة من تجارات وتجارات وحتى لهوا أيضا عابث، لا، بمعنى أنه أصبح حيا وحركا وحركة فيما يتعلق بالأعمال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وبخاصة فيما يتعلق بصلاة الليل وأحيا ليلة، وأيقظ أهله يعني أيقظهم للصلاة. وهذا مما ينبغي أن 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 أن, أن يلاحظه كل مسلم في أهل بيته، فيحثهم على الخير ويعينهم على الخير، ويكون هو مصدر خير لهم ومصدر سعادة ومصدر إعانة على الخير، وأولاده وزوجته وكل من في بيته يعينهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله، بل حتى في غير رمضان كان يوقظ أهله، ولهذا استيقظ مرة من الليل فقال لا إله إلا الله، كم أنزل الله عز وجل من إلى أقل من فتنة، أيقظوا صواحب الحجرات، أيقظوا صواحب الحجرات يعني من الليل حتى يصلين. كل ذلك تخوف من الفتن، وتخوف من أن يعاجل الإنسان شيء وهو لم يقدم عملا يرجوه عند ربه. ولهذا مما ينبغي الحقيقة من المسؤولية المتأكدة على كل مسلم أن يتفقد أهل بيته، وبخاصة فيما يتعلق بالصلاة. والمقصود طبعا صلاة الفرائض هذه أمر متحتم ومتعين، لكن حتى صلاة النافلة تعودهم على الخير من الليل ومن النهار، وتعيش معهم حياة المسلم المستقيم. ولهذا يا إخواني، من أهم الأمور المؤثرة في بيتك أن تكون قدوة. وحينما نقول أن تكون قدوة، بمعنى أنك أولا تكون أنت المبادر في الخيرات، وأنت المسابق للأعمال الصالحات. وهذا لا يعني أن تأتي بشيء كثير أو شيء يثقلك أو شيء يعيقك عن 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 قد تكون أعمالك اليومية، لا، إنما ينبغي أن تكون ملتزما بالإسلام في حياتك. ما معنى ذلك؟ يعني هناك أمور علمنا إياها الإسلام وحريص أن 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 نكون مستمسكين بها، وهي أمور سهلة لكنها تضفي على الإنسان سكينة، وتضفي عليه استقامة، وتجعله محل أسوة، وتجعله هو بنفسه تظهر عليه السكينة. مثلا لو كان لك ورد يومي من الذكر، من التسبيح، من التهليل، لو أنك تراعي بعض الأعمال اليومية الإسلامية، لو أنك إذا دخلت سلمت على أهلك، لو أنك إذا دخلت اجتهدت في الدعاء، لو أنك إذا دخلت تصلي ما يتيسر إما من الضحى أو من أوقات ترى أنك فيها عندك فراغ، مجرد أن يراك أولادك على هذا السمت، هذا كاف في أن يوفر عليك شيئا كبيرا في باب التربية. لأن التربية التي تعني مجرد اللوم ومجرد النصائح الوعظية ومجرد الأحاديث الكلامية، هذه ثقيلة على النفس، ثقيلة جدا. وأنت ليس من الحكمة أنك كلما جلست وأنت تتحدث مع أولادك في 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 النصائح والتوجيهات والأحاديث، هذا ممل. إذا كانوا يكون تحدثت إليهم، وإذا كانوا يسمعون تحدثت إليهم، وإذا كانوا يقرؤون تحدثت إليهم، هذا ممل. لكن حينما أنت تكون ذا سمت، أنت في نفسك إذا جلست يحسون بأن شفتيك تتمتم ذكرى لله عز وجل، يرونك تتوضأ، يرونك تصلي ما تيسر من يعني، لأنك اتخذت الشيء عادة. أحيانا يدخل الطفل أو الصبي أو الشاب يسأل أمه أين أبي، يصلي في الغرفة الفلانية، أو أحيانا من غير أن يسأل يفتح الغرفة فيراك تصلي. هذا كافي في أن يكون في نفسه صورة وقورة لأبيه. فمجرد أن تخرج منك الكلمة يحس أنك صادق، ويحس أنك مستقيم وأنك ملتزم. فالأمر الذي يتعين علينا كآباء ومسؤولين في بيوتنا أننا نجتهد أن نكون نحن القدوة. وكما قلنا لكم، هذا لا يكلف شيئا كثيرا،
وهذا لا يعني أنك تكون في بيتك صارما أو عابسا، تمازح وتتحدث وتتكلم وتأتي بالأشياء اللطيفة والمسلية في قصص مباحة وقصص حتى تكون السيرة أحسن وأفضل، فتأخذ ما فأولادك لهم حق، لكن مقصودي أن تكون أنت أسوة من حيث يرون عليك السمت، لا تكون سليط اللسان، لا تكون أمورك لا تقضيها إلا عن طريق السب أو الشتم أو اللوم أو العتاب أو الانتقاد، هذه أمور كف عنها، وبخاصة مما يتعلق بشؤون بيتك، الأمور البيتية لا تدخل فيها كثير، وأيضا لا تطلب لنفسك شيئا كثيرا من حسن الطعام وحسن اللباس، أو حتى إذا لم يكن الطعام على ما يرام أو لم يكن اللباس على ما يرام لا تكن شديد اللوم. نعم قد يعني أي في نوع من التأديب اللطيف، لكن لا تكن بهذه الدقة الشديدة على أمورك الخاصة، هذا ممل، وليس أيضا من الأمور التي يهتم بها العقلاء وأصحاب النفوس الكبيرة، إنما يحسن أن, 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 أن تعطي أكثر مما تأخذ حقيقة، يعني من أجل أن تؤثر في الناس ينبغي أن تعطي أكثر مما تأخذ، أما إذا انتظرت أن تأخذ أكثر مما تعطي فهذا سيكون ثقيل، قد يكون لك شخصية ومسؤولية وكبير، لكن تأكد أنك يمكن بشخصيتك تفرض على الناس لكنهم يظهرون الاستكانة لك، إذا خرجت أفسدوا الدنيا وأفسدوا على أنفسهم. فالمقصود أنك إذا كنت في أسوة وفي خير مجرد أن تطلب منك سوف يستجيبون كثيرا، لأنك أنت ممتثل لما تقول، وكما قلت هي أمور سهلة أن تحفظ بعض الأوراد وتكتم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وآداب الطعام تعرفها، تسمي الله عز وجل، تحمد الله عز وجل، تأكل بأدب، تلتزم بأدب الإنسان في أكلك، هذا كافي في أن يراك أولادك وأن يهتموا يتأسوا بك. أما أنك مجرد تأتي بنصائح بينما يرونك على شذوذ، أو أنك طويل اللسان، أو أنك لا تقضي أمورك إلا عن طريق الاستطالة اللسان والسب والشتم والنقد الذي لا ليس من وراء، لأن يا أخي كثرة النقد تميت، يعني أولادك ينصرفون عنك وقد يهزون رؤوسهم، لكن الكلام غير مفيد وغير مجدي. فالمقصود أن إيقاظ الأهل هذا جزء من المسؤولية، بحيث وخاصة في مواسم الخيرات وفي المناسبات، فينبغي أن 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 وبخاصة في شهرنا هذا أن نهتم في أولادنا ونحرص عليهم في الصلوات الجماعة ونحرص عليهم في صلاة التراويح على حسب أعمارهم، الصغير منهم قد يصلي تسليمتين أو نحو ذلك أو ثلاث، والكبير يأتي بها كلها، وخاصة إذا أخذت أولادك المسجد سواء المسجد الحرام أو المساجد التي في الحي، أو إذا كنت أنت في المسجد الحرام وأولادك الكبير منهم يأخذ أخوانه إلى مسجد الحي ونحو ذلك، هذه أمور ممكن ترتيبها، وعدم أيضا حتى التشديد عليها إلا إذا كنت أنت جعلت من نفسك قدوة أسوة، فإن الأمر سيكون في حقك أسهل وأكثر جدوى إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.